بين ديسمبر عام 1920 وفبراير عام 1921. قامت المستكشفة البريطانية روزيتا فوربس برحلة شهيرة إلى الكفرة، كانت فيها أول امرأة أوروبية تحقق هذا الإنجاز، وكان رفيقها في الرحلة رحالة مصري يدعى أحمد حسنين. ارتدت فوربس في ليبيا لباسا بدويا وتظاهرت بأنها مسلمة وتسمت باسم خديجة، وقد صادف وصولها إلى بنغازي وجود الأمير إدريس السنوسي الذي كان في طريقه إلى إيطاليا عقب توقيعه اتفاقية الرجمة مع الإيطاليين، فحفظت لنا كتاباتها تفاصيل تلك المناسبة. وكان الأمير هو الذي زودها مع أحمد حسنين بتصريح لزيارة الكفرة، وكانت سلطته تمتد إليها ضمن واحات الدواخل. كما قابلت فوربس في جدابيا شقيق الأمير محمد الرضا السنوسي الذي أهداها صورة من أشهر صوره. من جدابيا انطلقت الرحلة إلى الكفرة على الجمال، ولم يكن قد سبقها إلى ذلك سوى الرحالة الألماني جيرهارد رولفس، ولكنه لم يقدم لها وصفا دقيقا، فأعطى ذلك لرحلة فوربس قيمة عالية. عادت القافلة عن طريق الجغبوب، وكانت تلك طريقا خطيرة لطول المسافة وانعدام المياه، وقد نجت القافلة من مصير الهلاك عطشا بأعجوبة. دونت فوربس تفاصيل هذه الرحلة في كتابها سر الصحراء الكبرى الكفرة، وزودته بصور فوتوغرافية مهمة، وفيه قدمت معلومات قيمة عن المنطقة وسكانها وتاريخها الاجتماعي.